بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 90 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله أم خديجة. أم خديجة، عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم الشيخ صالح وتقول: أهل بلدنا عندهم بعض الاعتقادات الخاطئة، مثل الحلف بغير الله وزيارة الأضرحة والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون، هل يصح لنا أن نقول لهم إنكم مشركون ونشرح لهم ما هم فيه من الضلالة؟ كيف نتعامل معهم وهم في هذه الحالة، وعندما نذكرهم بالله وآياته يقولوا لنا إننا نؤمن بالله وأنتم تنتبهون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا، ولا سيما وقد ضقنا بها ذرعا، وفقكم الله لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم هذا الشرك إن كان قصد الحالف تعظيم المحلوف به، فما يعظم الله عز وجل كما يحصل من عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين، أنهم يعظمون هؤلاء كما يعظمون الله عز وجل أو أشد، ولذلك يتساهل أحدهم باليمين بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو بالقبر، فهذا شرك أكبر. أما إذا لم يصل إلى هذا الحد ولم يعظم المخلوق كما يعظم الله، فإن الحلف به يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر خطره عظيم وهو أكبر الكبائر. فعلى كل حال هذا أمر خطير جدا، وهو الحلف بغير الله عز وجل. وأما زيارة الأضرحة التي بني عليها مشاهد وأقيم عليها قباب من أجل تعظيمها والتبرك بها، فلا يجوز للمسلم أن يزورها إلا على وجه الإنكار والدعوة إلى الله عز وجل. أما من يزورها معتقدا فيها البركة ويتبرك بها ويستغيث بأصحابها ويطلب منهم المدد، فهذا شرك أكبر لا يختلف عن الشرك باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لأن هذه الأضرحة أصبحت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. الذي يزورها بهذا القصد زيارته شركية، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لا ينفعه معه صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل، لأن من أشرك بالله الشرك الأكبر حبط عمله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعمل المشرك الذي يدعو الأضرحة والقبور ويستغيث بأصحابها عمله حابط وباطل، صلاته وصيامه وحجه وجميع أعماله، لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة. والعمل إذا بني على غير عقيدة صحيحة فإنه يكون باطلا، كما أنه إذا بني على غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون باطلا ومردودا. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة من البدعة والخرافات.
فليس النظر إلى كثرة العمل، وإنما النظر إلى صحة العمل ومطابقته لما شرعه الله عز وجل وسلامته من الشرك والمفسدات. وأما ما تقومون به من النصيحة والدعوة إلى الله فهذا عمل جليل تشكرون عليه، وعليكم المضي في هذا الأمر والمناصحة لوالديكم ولإخوانكم ولجميع المسلمين، هذا هو الواجب. وإنما تشتد الحاجة إلى الدعوة في هذه الأمور التي بلي بها كثير من الناس وظنوها من الدين. وأما تلقيبكم بأنكم أتباع لمحمد بن عبد الوهاب فهذا شرف لكم، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح، فالذي يتبعه في هذا المنهج إنما يتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست دعوة بن عبد الوهاب، وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجدد لهذا الدين بعد من درس في هذه البلاد وفي غيرها. الانتساب إليه وإلى دعوته شرف، لأن اتباع أهل الحق حق. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاتباع السلف الصالح هذا شرف وحق، ولو عيرنا به فإننا لا نعبأ بذلك، فإن أهل الباطل يعيرون أهل الحق دائما وأبدا لينفروهم من الحق الذي هم عليه، ولكن هذا لا يضرهم بل يزيدهم شرفا ويكفيهم قدوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بألقاب منفرة: ساحر، كاهن، كذاب، مذمم، معلم مجنون إلى غير ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج ولا ضرر في أن يلقب أتباعه بالألقاب المنفرة، ولكن هذا لا يضر ولا يثني أهل الحق عن حقهم، وإنما هو شرف لهم، كما قال الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. والحمد لله، هذا شرف لنا. الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وعد الذين اتبعوا آباءهم في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم في درجات الجنة مع آبائهم لتقر أعين بعضهم ببعض. وقال عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاتباع في الحق والمتابعة على المنهج الصحيح هذا شرف، وإذا عير الإنسان به فإنه لا يلتفت إلى ذلك، لأن هذا التعيير إنما جاء من أغداد للحق ومخالفين للحق. والمسلم لا يقصد الثناء والمدح من الناس، وإنما يقصد رضا الله سبحانه وتعالى ولو عابه الناس. نعم. وفي الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. لا تزال عبادة القبور والأضرحة والتبرك بمن يسمونهم الصالحين، لا تزال هذه الأمور مكان فرقة بين المسلمين ومكان أخذ ورد، والمسلم يأمل أن تستأصل هذه المسببات التي فرقت المسلمين. لعل الشيخ صالح كلمة حول هذا، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه الفتنة العظيمة، وهي الفتنة بالقبور والفتنة بدعاء الصالحين والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، أنها فتنة عظيمة، هي أعظم الفتن وهي أعظم ما أصاب المسلمين من الفتن. ولكن الحق ولله الحمد واضح، والطريق واضح، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائمان بالدعوة إلى الله وبيان الحق والنهي عن الباطل، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود
في كتب أهل العلم وأئمة الدعوة، وهو ولله الحمد يتلى ويقرأ وينشر لإقامة الحجة على المعاند ولهداية من يريد الله جل وعلا هدايته ممن يقبل الحق. على كل حال هذه الفتنة موجودة، ولكن علاجها موجود والحمد لله، والمعالجون لها أيضا موجودون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، والمجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة أمر دينها، كل ذلك موجود والحمد لله. وهذا مما يطمئن المؤمن أن الحق باق ولله الحمد، مهما كثر الباطل فإن الحق باق ولله الحمد وموجود، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من أمل، هل من سبيل حتى تزول هذه الفتنة شيخ صالح؟ الأمل والحمد لله موجود، ولا نيأس من رحمة الله ومن انتصار الحق، ولكن لا بد من بذل العمل الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعود للحق مكانته ويزول الباطل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا قام أهل الحق بحقهم ودعوا إلى الله وبينوا للناس، وأقصد بذلك أهل العلم والبصيرة، إذا قاموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة والبيان، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ من يناصرهم ومن يعينهم ومن يقبل منهم، وتكون للحق جماعة تقوم عليه وتدعو إليه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا قام أهل العلم بما أوجب الله عليهم من الدعوة والبيان وإيضاح الحق ودحض الباطل، فإن الحق سينتصر بإذن الله، والباطل سيضمحل ويزول بإذن الله عز وجل. وإنما يدال للباطل أحيانا إذا قصر المسلمون وقصر العلماء القيام بواجبهم، فقد يدول الباطل، ولكن عندما يقوم الحق فإن الباطل يزول بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف ندفع بأهل الحق إلى هذا الميدان؟ كيف ندفع بالعلماء، بطلبة العلم، بأهل البصيرة والعلم والخطى النيرة حتى يستأصلوا هذا الشر من بين المسلمين؟ الذي يدفع بالعلماء وطلبة العلم والناصحين، الذي يدفع بهم إلى هذا الميدان، وهو الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بالكلمة وبالموعظة الحسنة وبالبيان، الذي يدفع بهم هو الإيمان والرغبة فيما عند الله. فإذا كان فيهم إيمان وفيهم رغبة فيما عند الله عز وجل، وعندهم خوف من الله عز وجل أن يسألهم يوم القيامة عن علمهم ما عملوا به، هذا هو الذي يدفعهم، الخوف من الله والخشية من الله عز وجل. وأيضا تذكير العلماء وتذكير طلبة العلم بهذا الواجب وتخويفهم بالله عز وجل، فقد يكون بعضهم غافلا أو منشغلا، فإذا ذكر بواجبه وخوف بالله عز وجل فإنه قد يتنبه. أولا الإيمان الذي يكون في قلوبهم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وثانيا تذكيرهم ونصيحتهم بهذا الواجب والتعاون معهم، أيضا التعاون معهم من أهل الحق ومناصرتهم وتأييدهم، فإن هذا مما يعينهم ومما ينشطهم على القيام بواجبهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألا يرى الشيخ صالح أن باب التواكل قد انفتح في هذا الباب بالذات؟ لا شك أن سبب الخلل الذي وقع في الأمة هو أعظمه من قبيل التواكل. فقد يكون عند كثير من طلبة العلم ومن العلماء عندهم استعداد وعندهم معرفة يميزون بها الحق من الباطل، ولكنهم يسندون الأمر إلى غيرهم ويعلقون الأمر بغيرهم،
ويتكلون على ذلك. يأتيهم الشيطان فيقول لهم فيه من هو أولى منكم ومن هو أدرى منكم ومن هو ومن هو، ويحصل التواكل، وكل يلقي بالمسؤولية على الآخر، وهذا خطر عظيم. الواجب أن كل إنسان يقوم بما يستطيع، أن كل إنسان يقوم بما يستطيع. من كان عنده علم فإنه ينشر علمه في الناس ويدعو إلى الله على بصيرة، ومن لم يكن عنده علم وعنده إيمان وغيره فإنه يبلغ هؤلاء العلماء ويتعاون معهم ويذكر لهم ما لم يعلموا من واقع الناس، يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نطرح قضية أخيرة حول هذا الباب شيخ صالح. وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أيضا، ما هو دورها في هذا الباب؟ وسائل الإعلام لها دور كبير، إما في إضلال الناس وإما في هدايتهم. فإذا كان الكفار استغلوا وسائل الإعلام لنشر ضلالهم وإباحيتهم وشرورهم، فإنه يجب على المسلمين عموما أن يستغلوا هذه الوسائل لصالح الإسلام والمسلمين، ومقابلة هذا الداء بالدواء، ومقابلة هذا الشر بالخير. هذا واجب المسلمين جميع دولهم وجميع وسائل إعلامهم، أن يقابلوا هذا الداء الخطير، وأن يستغلوا هذه الوسائل التي أتاحها الله لهم مقروءة ومرئية ومسموعة في نشر الخير والدعوة إلى الله ورد الباطل ودحض الشبهات والضلالات والفساد الذي ينشره الإعلام الكافر. هذا هو واجب المسلمين في إعلامه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية أخرى تطرحها صاحبة هذه الرسالة، وهي من الأخوات المقيمات في جدة، تقول أم خديجة تسأل عن قضية أخرى، لا وهي نسمع من بعض الناس أنه لا يجوز رفع الصوت عند الفرح أو الزواج وذلك بالزغاريد، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم منع بذلك، علما بأنني أعرف من عرف الصوت عند البكاء على الميت؟ نرجو منكم الدليل على هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. رفع الصوت لا خير فيه، وهو من السفه، سواء كان من الرجال أو من النساء بمناسبة الزواج، ولكن رفع الصوت من النساء فيه زيادة على ذلك، أن صوت النساء فيه فتنة وفيه شر، فإذا سمع من خارج محيط النساء وتعدى إلى أسماع الرجال حصلت الفتنة العظيمة. الواجب على النساء أن يغضضن أصواتهن، ويكون ذلك فيما بينهن فقط، ولا يتعدى محيطهن إلى الرجال. والزغاريد هذه ليست من عادات المسلمين، وإنما هي من السفاهة، ليست من أخلاق المسلمين. إنما المشروع للنساء بمناسبة الزواج ضرب الدف والغناء المعتاد الذي ليس فيه فتنة، وإنما يكون بالصوت المجرد من امرأة تنشد، أو نساء ينشدن قصائد ليس فيها نجون وليس فيها خلاعة، وأيضا ليس بصوت فاتن أو تكسير أو تطريب على نمط المطربين العصريين، وإنما يكون بالصوت المعتاد المعروف لدى نساء المسلمين كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع بالنسبة للنساء، وهو من إعلان النكاح ضرب الدف والغناء معه بغناء معتاد لا ليس فيه فتنة، وليس على الطريقة العصرية التي فيها تطريب وتكسير للصوت، ولا يصحبها موسيقى ومزامير. هذه كلها منكرات لا تصلح ولا تجوز، لا في الزواج ولا في غيره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن تعز، وباعثها أحد إخوتنا من هناك، يقول أبو حنيفة السلفي اليمني. أبو حنيفة رسالته مطولة صفحة كاملة من القطع الكبير. ملخص ما في هذه الرسالة أن أحد طلبته سأله وقال إن والدي يقتر علي وإنني آخذ من ماله دون علمه، وحينئذ أفتيته بالجواز مستدلا بما حدث لامرأة أبي سفيان وبما أفتى به الرسول لها، ولكني بقيت أفكر في هذه الفتوى، هل أنا على صواب أم تنصحونني بشيء آخر، علما بأنني أقرأ لابن القيم وابن تيمية وأقرأ لأمهات الست، هل أنا على صواب أم توجهونني إلى شيء آخر في أمر الفتوى، جزاكم الله خيرا. نعم، نفقة الولد واجبة على والده إلى أن يستغني عنه بالكسب، إلى أن يستغني عنه بالكسب، وما دام أنه صغير
أو ليس له كسب ووالده غني، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه النفقة الكافية، وذلك بالمعروف، ذلك بالمعروف. فإذا قصر الوالد في إنفاقه على ولده واحتاج الولد وظفر بمال لأبيه، فلا مانع أن يأخذ منه قدر حقه، قدر ما يكمل له النفقة الضرورية. هذا إذا كان الوالد لا يكمل له النفقة ويناله ضرر من تقصير والده. ثم أيضا لا بد يلاحظ أن لا يترتب على أخذه من مال والده، لا يترتب عليه مضرة أكبر بأن يحصل من والده انتقام أو غضب شديد. فإذا ترتب على ذلك مفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحاصل أنه يجوز له أن يأخذ بشرطين: الشرط الأول أن يأخذ بقدر ما يكمل له الضروري من النفقة ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز عن ذلك. الثاني أن لا يترتب على أخذه ضرر أكبر بأن يغضب والده أو يقاطعه أو يطرده أو ما أشبه ذلك. فإذا ترتب هذا الضرر فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن أخونا هذا أفتى على صواب شيخ صالح في الجملة، على صواب في الجملة، لكن إطلاق الفتوى، نعم إطلاق الفتوى هكذا فيه خطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى